انا جايه النهارده علشان ابني قواعد المجد حرفيا، واعمل لكم حاجه رهيبه ما حصلتش قبل كده على اليوتيوب، وحصري ولاول مره، زي ما عملنا زيت الباميه حصري، وزيت الموز حصري، وزيت البرسيم حصري، وزيت الملوخيه حصري، وعملنا حاجات كتير جدا جدا حصري. الزيت النهارده حصري حاجه قنبله، هيقضي على الشيب تماما، بلس ان انت لو عندك تساقط هيدي لشعرك تنعيم، منجم فيتامينات، منجم كولاجين، منجم حاجات كده رهيبه للشعر، للاسف محدش كتير يعرفه، والنهارده والاول مره على اليوتيوب هينزل، لان احنا النهارده حرفيا هنبني قواعد المجد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايبي، وحشتوني كتير، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده وهنا. زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، الزيت النهارده اول مره هتسمعوه. الزيت النهارده اظن يعني انتم مجربيني وخلاص خدتوني ولله الحمد ثقه في حاجات الزيت. الناس اللي اول مره تشوفنا ولسه ما جربتش زيت الموز لاولادها ولا لشعر ولادها، احنا عاملينه بكذا شكل، بالكولاجين، وعاملينه بالخروع، وعاملينه بتركيبات كده معينه. حضرتك هتلاقي ملف مخصوص اسمه ملف الموز، بلس ان انت عندك ملف تاني هسيبه لك برده في اول تعليق، ليه تعليم الزيوت، ازاي تعملي زيت الذهب، ازاي تعملي زيت جونسون، ازاي تعملي زيت البرسيم. يا جماعه قنبله للشعر. الزيت المخمر حبه زيوت كده بجد، يعني انا بناشد شركه الكابتن حد يكتشفني يا جماعه، انا هوقف حالكم. انا هوقف حالكم يا جماعه. فلو حضرتك عايزه تتعلمي الزيوت دي كلها هتلاقيها موجوده في اول ملف، في ملف اسمه ملف تعليم الزيوت، او عندك ملف الموز، او على حسب اللي انت عاوزاه. امبارح عملنا مع بعض حاجه كده كانت قمر قوي وعجبتكم، وكان سيرم كده زي حاجه كده او سبراي للشعر، كان رهيب جدا، بيقضي على الشيب والتساقط وحاجات كده. وكان المكون الرئيسي معانا في الوصفه دي الا وهو، وبدون ما تتخضي يا غاليه، كان البتنجان. تمام، الناس بقى بتقول لك بتنجان والبتنجان ايا كان اللي انت شاكشي تكوني بتقولي له رشا. تمام، اتكلمنا ان ليه فوائد رهيبه للشعر، هحطها لك تاني. من الحاجات اللي بتقوي بصيلات الشعر جدا 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 جدا، ومن الحاجات اللي بتنشط الدوره الدمويه جدا. قلت لك حتى لما بيكون حد عنده انيميا، حد عنده فقر دم، حد يعني بص كده يقول لك قطع البتنجان وكله، لان معروف ان في نسبه حديد عاليه فوق الوصفه. من الحاجات الحلوه جدا اللي هتقوي بصيلات الشعر، من الحاجات الحلوه جدا اللي هتطول الشعرايه، طالما انا قويت بصيلات الشعر الشعرايه مش هتقع. بيقضي على الشيب تماما، بيدي لشعرك لمعه حلوه قوي، لو انت عندك قشره بيشيلها، لو انت عندك حكه بيشيلها. كان فوائد رهيبه، هحاول ان انا برضو احطها لك علشان تشوفيها. فقلت طب احنا ليه ما نستثمرش القمر ده، امبارح احنا عملنا منه اسبري، طب احنا ليه ما نستثمرش القمر ده ونوظفه ونعمله زيت؟ هيكون شويه زيت كده تحفه، وفيهم الملمس السيرم ده، عارفه القمر ده زي زيت الموز كده، والزيت الملوخيه والملمس اللي هو قالوه كده ده، عارفه ده. الملمس اللي كده ده، فاحنا عاوزينه يطلع ملمسه ناعم، يديني تنعيم من اول مره حرفيا، وفي نفس الوقت هديك ريحه حلوه. هقول لك بقى ازاي نخليه ريحته قمر، لان واحده دلوقتي تقول لك يا رشا بتنجان، طب والريحه؟ لا ارسبي موضوع الريحه ده عليا، هقول لك هنقضي عليها تماما ازاي، بل هتبقى ريحته اصلا قمر. تمام كده يا غاليه، اول حاجه هنعملها هتجيبي بتنجانيه، ولو يكن مثلا الحجم ده، البتنجان ده ينفع والبتنجان التاني الرفيع ينفع، عشان محدش يسالني في التعليقات. تمام تمام، اول حاجه هتعمليها يا نور عيني هقول لك هناخد ايه منها بالظبط. طبعا احنا اول حاجه هناخدها القشر، الفوايد كلها اصلا بتبقى موجوده في القشر زي ما احنا عارفين، وكتير مننا بيجي يعمل بتنجان بيروح رامي القشر ده، فبدل ما حضرتك ترميه حاجه ببلاش اهي حرفيا، هناخده نجنده وهنعمل بيه الزيت. هقول لك هناخد منه ايه بالظبط، وهقول لك ايه تاني الزيت اللي احنا هنستخدمه. تمام، هتقشريها كده يا نور عيني، ثانية واحدة، لأن أنا في بطار بيني وما بين السكاكين، ما بعرفش أمسك سكاكين. أي 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 لسه بقول لكم، لسه بقول لكم ما بعرفش أمسك سكاكين. بصي يا قلبي أهو، استني عليا، الناس اللي لسه لحد دلوقتي بتتفرج وما عملتش تعليقات، تعليقات يا قمر بالله عليكي، عشان أنا النهاردة هأبدع، النهاردة أنا بعمل لك حاجات ما نزلتش على اليوتيوب كله. انا بناشد اليوتيوب من مكاني هذا يا جماعه، انا المفروض قناتي تكون باشتراك بفلوس، يعني بمبلغ. لان انا ببني فيها قواعد المجد مش زي اي قناه، احنا ما بنهبطش يا جماعه. اهو تمام، هناخد بقى كل القشر ده اهو، برضو خدي لي حته فيها من ايه اللي هو الابيض ده. تمام كده، قشر بتنجانيه واحده قمر قوي يا جماعه، بلاس بقى ان انا بعد ما تقشري عاوزه شريحه من الابيض ده. طب الابيض ده يا رشا انت عاوزه تعملي بيه؟ انت مش قلت ان الفوايد كلها موجوده في القشر والقشر بنرميه؟ تمام، بس انا عاوزه الابيض ده عشان يديني الماده اللي عارفاها الجل دي، بحيث يطلع معاكي كده فرد للشعر من اول مره.
سيبي لي نفسك النهارده، انت سبتي لي نفسك كتير، عملنا ملوخيه وعملنا حاجات كده غريبه وكلها طلعت قمر. هحط لكم دلوقتي راي الناس اللي جربت حاجاتنا، هتعرفي ان احنا حرفيا ولله الحمد ما فيش زينا تاني على اليوتيوب. تاني مكون معانا الا وهو الزيت. هتستخدمي زيت ايه في الوصفه؟ عندك زيت زيت ذره اشتغلي بيه، زيت الذره من الزيوت الرهيبه جدا اللي حلوه في تطويل الشعر. عندك زيت عباد اشتغلي بيه، زيت عباد لطيف قوي، زيت جوزهند، عندك زيت زيتون، عندك اي نوع زيت خديه اشتغلي بيه ما فيش مشكله. تمام تمام هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد الزيت دوت تمام، وهاخد الاثنين دول المفروض ان انا اضربهم الاثنين مع بعض في الخلاط تمام، او لو انا مش عارف اعمل حركه الخلاط ممكن اضرب دول في الكبه او في المطحنه وبعد كده اروح حاطه دول عليه تمام. يبقى انا لا اضربهم الاثنين في الخلاط، لا اما اخلي دول في الكبه وبعد كده ابقى احطهم على بعض. هروح دلوقتي اعمل الحركه دي وهسيبك انت تحطي تعليقات بالله عليكي كتير، وهسيبك شويه مع راي الناس عم اعمل الحركه دي عشان تعرفي ان احنا جامدين جدا وبزياده. بص بقى كده حبيبتي، زي ما انت شايفه ضربناهم الاثنين في الخلاط بقى بالمنظر دوت تمام. هنعمل نفس الفكره بتاعه زيت الموز بالظبط، بنسيبه لحد لما الزيت كده زي يفصل على الوش او بياخد جنب معانا. ضروري تبصي معايا على الخطوات دي، لانك لو قفلت في مرحله بدري عن كده ممكن الزيت يتلف معاكي، فضروري تشوفي معايا المرحله دي بالتفصيل زي اللي انا هعمله. يبقى حضرتك بتاخدي المكونين وبتضربيهم في الخلاط زي ما اتفقنا، وبيبقوا معاكي بالمنظر دوت نفس فكره زيت الموز، وهنسيبه لحد لما يطرد الزيت بتاعه تمام. تمام هفصل بس شويه وارجع لك تاني علشان خاطر الموبايل والحراره. بص كده حبيبتي زي ما انت شايفه، تحسي برده ان الزيت هيبدا يطرد معانا اهو تمام. برده ايدينا فيه، هقول لك امتى بالظبط بنقفل. طبعا لازم تكوني موطيه في الخطوه دي وتسيبيه بقى ينزل كل البهاريز والفايد بتاعته براحته. تمام اهو الزيت بيبدا ينطر نفسه اهو زي ما انت شايفه، برده لسه مش هي دي المرحله اللي احنا هنقفل فيها. تمام كده يا قلبي، دقيقتين وارجع لك برده تاني عشان الحراره والموبايل، واقول لك هنقفل امتى بالظبط. زي ما انت شايفه كده يا قلبي، هسيبه لحد ما ينزل كل الميه بتاعته وفي نفس الوقت الزيت يطرد معانا. تمام هسيبه شويه وارجع لك تاني. بص بقى يا قلبي، اول ما يبدا ياخد اللون البني ده هنقفل، ما بتقفليش قبل كده عشان ما يبقاش في ميه ويتلف منك. اول ما ياخد معانا اللون البني اهو، بصي اهو تحسيه لون بني كده تمام. هي هنا كمان الكاميرا يعني مغمقاه، هو المفروض افتح من كده سيكه، هصفيه وارجع لك تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي. عايزه اقول لكم وانا بصفيه الحمد لله اتدلق على ايدي، يلد اتشال يا جماعه. لسه شايله يا دوب، ده كان الصباع ده كان مجروح زي ما انتم عارفين وكنت لفاه، يا دوب لسه شايله النهارده الشاش من عليه، استلمت صباعي التاني اتحرق. الحمد لله على كل حال، انا حرمت اعمل زيت تاني، انا فاشله يا جماعه. بص يا نور عيني، عشان سخن النار حاولي تسيبيه، مش لازم تصفيه هو سخن، اصبري عليه بقى انا عشان خاطر التصوير وكده. فانت اصبري لما تخلصي الخطوه ديت سيبيه على النار كده شويه، ولما يهدى خالص خديه صفيه بدل ما تتحرقي، لان انا بصي والله العظيم حرفيا مش عايزه اوريكي الجلد عشان شكله صعب، حرفيا الجلد اتشال تمام. المهم هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتسيبيه لحد لما يبرد تمام. انا دلوقتي يا رشا عايزه ريحته بقى حلوه، انت وعدتينا ان احنا هنعمل زيت ريحته حلوه. حضرتك عندك غطا من زيت الورد حطيه هنا، زيت الورد مش للبشره فقط، زيت الورد احنا عاملينه هنا على القناه طريقه عمل زيت الورد بدون ورد وحاجه كده رهيبه، من الزيوت اللي احنا اتكلمنا فيها انه رهيب جدا للشعر. فلو انت عندك زيت الورد حطي شويه من زيت الورد، حطي شويه من زيت النعناع، حطي شويه من زيت اللافندر، اي نوع زيت عندك ريحته حلوه حطي منه شويه تمام. كده هيقلب لك الوصفه دي، هيقلب لك الوصفه دي راسا على عقب، وهيبقى ريحته تحفه جدا وانت حطاها على شعرك ان شاء الله. لو تفتحي ازازه زيت باتيكا مثلا النوع اللي هو ب 8 جنيه اللي كنت حكي لك عنه ده، وتحطي هنا شويه هيبقى ريحته رهيبه تمام. يبقى دي كده مشكله الريحه. طيب بعد كده هعمل ايه؟ اول لما يبرد، واللي عايزه اقول لك الزيت العطري تحطيه عليه لما يبرد عشان تبقى ريحته كده فايحه، ما يبقاش ريحته تروح منه. اصبري لما يبرد لانه هو سخن النار، واول لما يبرد تحطي عليه الزيت العطري.
هتيجي واحدة تسأل تقول لي يا رشا ينفع نحط عليك جلسرين؟ ينفع بس هو أصلا مش محتاج. هتيجي واحدة تسأل تقول ينفع نحط كبسولات فيتامين إيه؟ ينفع بس هو مش محتاج. لو أنت عايزة تحطي كبسولات فيتامين إيه هنا حطيها من باب إن هي مادة حافظة بحيث ما يتلفش منك، لكن طالما أنت قفلتي في الخطوة اللي أنا وريتها لك دي اللي هو خلاص يعني نزل كل المية اللي فيه ما تقلقيش عليه، لا ده أنا قلقانة كده شوية حطي كبسولة من كبسولات فيتامين إيه برضو منها مفيدة للشعر. عايزة أجربه لكم أمسكه لكم، بس هو سخن مولع بس هحاول كده. ملمسه لطيف قوي تمام، وبرده لو انت درتي بالك تحسيه بيدي لمعه قمر كده. لطيف، عارفه اللي هو الملمس بتاع زيت الموز المزيكا ده، حلو قوي يا جماعه بجد. استنى احطهم في شعري. هتستخدميه كزيت عادي وتستخدميه كحمام زيت، يعني ان انا احطه على شعري واسيبه، الناس اللي عندها فوبيا من الغسيل اهو جالك اهو يا بنتي. او انك انت بتاخديه تستخدميه زي ما قلت لك كده يا قلبي قبل الشاور بساعتين، بتحطيه وبتلبسي كيس او بونيه وبعد كده بتدخلي تشطفي شعرك بميه كده، بس صدقيني نتيجته بتبقى هيله سواء استخدمتيه كحمام زيت او استخدمتيه زيت وسبتيه. اروح بقى احط ميبو وحاجات على ايدي اللي اتحرقت دي لان انا بجد تعبانه. لايكات بقى، لايكات وتعليقات، عشان انا خلاص انا اتحسدت، انا يوم ما بطلع بحصري بيحصل لي بتشكوح بعديها. فلايكات وتعليقات كتير، وضروري تبص على اول تعليق يا نور عيني، والله العظيم شويه زيت حرفيا قنبله. هعمل لكم حاجات حلوه في الفتره الجايه، بس شجعوني بتعليقات كتير. اختم الفيديو بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.